حد يطلع فوق يشوف فيه ايه؟ فاكر نفسه ابن عظيمة هيحارب رجالة مرغني؟ دول رجالته اسود ما يعرفوش شفقة. ايه ده؟ مش عارفة! انا خايفة! الغرور عماه. بكرة يجي لك راكع ويقول لك السماح يا بجاد. ده لو جه حي اصلا تفتكر تحصل؟ اكيد هتحصل. انا خايفه يا نواره. ما تخافيش يا طنط، ما تخافيش. ده ضرب شديد قوي. البوليس بيطارد الحراميه صح؟ لا ما اعتقدش ان ده بوليس. ايه؟ انا خايفه يا نواره. تعالي. Thank you.
شيخ حسنين، يا شيخ حسنين قوم، يا شيخ حسنين قوم قوم، شوف دي بينها لبت بحرب. ايه يا حكاشة؟ ايه في ايه اللي بيحصل ده؟ ده بينه همام حجيب عليها وطيها. همام لا يجرى له حاجة؟ لا ما تلاش عليه، هو قلبه ميت، قلت له خليني معك مرضيش. لا انا كده لازم اروح. استنى هنا، تروح فين انت؟ مالك ومال الحاجات دي؟ لا ما انا هروح لعم محمود وخاله زينة. واجب برضو انك توقف ريحهم في وقت زي ده. دي المرجلة ولا بلاش؟ السلام عليكم. سلام. ايه ده؟ اتحركوا اتحركوا بسرعة. ما تخافيش يا ست تفيدة، انا عمار. اتحركوا بسرعة. اتفضلوا اخرجوا بسرعة. تمام؟ يلا يلا بسرعة. يلا يلا يا ست نوار. يلا. بسرعة يا ست تفيدة، بسرعة هنا. ما تخافيش. ما فيش وقت، يلا. خد يا عمار. يلا يا نوار. مفيش وقت. يلا. يلا يا عمار. شكر جدا يا همام. العفو العفو. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. انت سليمه؟ ايوه الحمد لله. محدش عمل فيكي حاجه. الحمد لله على السلامه يا بنتي. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على سلامتك يا نوار. انا متشكره قوي يا همام. ما تشكرنيش يا غاليه. كتر خيرك يا همام. العفو بنتي حبيبتي. ده في دهاني مشاكر بيه، استناني. فلوسك اهي بقفلة الشنطة. أنا مش عارف أشكرك إزاي يا همام. شكرا على واجب أشاكر بيه. السلام عليكم. مش هتتفضل يا همام؟ معلش يا عم محمود، شكر. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، نورتني. الله يسلمك يا شيخ حسنين. البركة في همام. ألف شكر يا أخويا، ألف شكر، الله يبارك لك يا أخويا، ألف ألف شكر. شكرا يا حسنين، شكرا. ربنا يبارك لك. همام يا ابني، أنت عملت فيا معروف يستحق الشكر العمر كله. تقولش كده يا عم محمود، ده أنتوا أهلي. دلوقتي البلد بقالها راجل بجد يحميها ويدافع عنها. والله الواحد ما عارف يقول لك إيه يا همام. تقولوش حاجة يا جماعة، احنا ما عملناش غير الواجب. لكن ما عرفش يا استاذ همام مين اللي عمل كده. مش وقته دلوقتي. وده وقته يا استاذ فتحي. خلينا دلوقتي نفرح برجوعهم بالسلامه. يا همام ما تتفضل شويه، انزل يا عمار تعالى، تلاقيكم ريحتوش من ليله امبارح. متشكرين يا عم محمود. معلش يا عم محمود، انا لسه قدامي حاجه هعملها وبعد كده ابقى ارتاح. يلا سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. متشكرين يا رجاله. يلا كل حي يروح لحاله. ده بينه نوع التطهير. التطهير ولا الطهارة؟ لو على الطهارة يبقى نستعين بعد السماء الحلاق. ايوه صح. بس باين كده ان همام ده راجل بجد
ورايد خير للبلد كلها. ربنا يعينه يا رب. يا رب.